وكأن مدينة زاخو تستعيد عافيتها حتى تعود عجلة الحياة إلى الدوران كطبيعتها، لكن الصورة هنا ليست في أحسن أحوالها، ومع ذلك يجهد الباعة لجلب الزبائن لتروج بضاعتهم في ظل انتهاء شهر رمضان واستعدادات المواطنين لعيد الفطر. لقد أثرت أزمة جائحة كورونا بشكل كبير على السوق وعلى جميع المستويات، وكان هذا التأثير على أقليم كردستان أكثر من باقي الدول والمناطق الأخرى، وأصبحت أزمتين بدل أزمة واحدة، وهي أزمة كورونا وأزمة تأخر الرواتب في أقليم كردستان. وبرأيي كان من الأفضل أن يكون قرار حظر التجول بداية شهر رمضان المبارك، بالرغم من أنه قرار صادر من حكومة أقليم كردستان وهو للصالح العام ونشكرهم عليه، إلا أنه قلل من حركة السوق. وفي هذه السوق التي تفوح منها رائحة التوابل والبخور تعرض البضائع بمختلف أنواعها والمنتجات المحلية والمستوردة، بينما أصحاب المحال يشكون ضعف قوة الشراء هذا العام، فقد بات ملاحظا رغم الآمال بالازدياد الإقبال على الشراء مع أواخر شهر رمضان وقبيل عيد الفطر. طبعا اكو تاثير على الحركه الموجوده بالسوق، الاجواء قليله، الحركه قليله داخل السوق، يعني من الوباء الكورونا شويه السوق حركتها ما هي طبيعيه. طبعا مليون بالمئه احنا ويا الالتزام بالحركه، لان اذا ما شغله ضروريه ما حد يطلع احسن، لان بالحركه من كثره نقلل الحركه ان شاء الله الله ينجينا من هذا الوباء. طبعا احنا ويا القرار مال الحجر الصحي، والحجر الصحي ان شاء الله يكون ايجابي. فيروس كورونا والإجراءات الوقائية منها والتي أثرت على المشهد في الأسواق والحركة الشرائية، لكن التوصيات بالالتزام بالحظر خلال العيد من قبل الحكومة مع الالتزام بالإجراءات الصحية ستجعل العيد هذا العام أجمل وأسلم. نجلة السندي، زاكروس تي في، زاخو.